هذا ومن المنتظر أن يخضع الفائزون في قرعة الحج إلى دورات تكوينية وتدريبية من أجل الإلمام بمختلف مناسك الحج، وهذا بمساجد معينة عهد إليها الأمر حسب ما صرح به مسؤولو ديوان الحج والعمرة للميديا. مسألة التدريب مسألة ضرورية، طبعا احنا الحاج يتكون على كل مناسك الحج من ناحية الفقهية، وأيضا تكون عندنا فرصة أننا نتقابل مع الحجاج الجزائريين اللي نعطوا لهم بعض التوجيهات الإدارية والتنظيمية حتى تسهل عليه هو وتسهل علينا احنا كهيئة مؤطرة أننا نقدروا نأطروا تلك الحشود البشرية الكبيرة الضخمة الهائلة من الحجاج الجزائريين اللي هي 41300، ماهيش بالسهل أنك تقدر تأطرها، لكن يعني تجاوب الحجاج معنا من خلال هذه البرامج التدريبية والتكوينية تسهل عليه وعلينا.